تماشياً مع التطور الوبائي للجائحة في الأردن، قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تشكيل لجنة لتقييم الوضع الوبائي والتوقعات المستقبلية لوباء كوفيد-19 بشكل أسبوعي، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت رؤية على نسخة منها. وتضم اللجنة عدداً من الأطباء والمختصين في المجال الطبي من القطاعين العام والخاص. للمزيد من التفاصيل حول هذه اللجنة وآلية عملها ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعد الخرابشي، رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي والتوقعات المستقبلية لوباء كورونا. أهلا بك دكتور سعد. إذن لجنة لتقييم الوضع الوبائي والتوقعات المستقبلية، ما هي أسباب تشكيل هذه اللجنة ولماذا الآن؟ سيدتي، معروف أنه في هناك لجنة وطنية لمكافحة الأوبئة في الوزارة يترأسها معالي وزير الصحة. هذه اللجنة تضم عدد من الخبراء والأخصائيين في المجال الوبائيات والمجال الطبي العلاج السريري والمختبرات والعديد من الخبراء في مجالات مختلفة. فوجد معالي الوزير يعني انه لابد من تفريع هذه اللجنه الكبيره الواسعه الى لجان فرعيه، كل لجنه تعنى بموضوع معين. فجاء تشكيل اللجنه الوبائيات اللي كلفنا انا وزملائي بالعمل بها من أجل التركيز على الامور الوقائيه، كل ما من شانه يختص بانتشار الوباء في المجتمع، الإجراءات الوقائية ومتابعتها، الإحصاءات المنبثقة عن الحالات والوفيات، كل هذه الأمور تختص بها لجنة الوضع الوبائي أو لجنة الوبائيات. هنالك بتصور في لجان أخرى حتكون لجنة مشكلة من الأطباء السريريين المعنيين بوضع البروتوكول العلاجي والإشراف على معالجة المرضى بالمستشفيات، ولجنة أخرى يمكن راح تكون معنية بالمختبرات والفحوصات المخبرية وضبط نوعية رقابة ضبط النوعية في المختبرات العامة والخاصة. نعم. فإذا دورنا إحنا كلجنة، أنا وزملائي سنأخذ الجانب الوقائي، وهو الجانب أعتقد هو الجانب المهم الآن في غياب وجود علاجات ومطاعيم، للتركيز على رسم خارطة وبائية للانتشار الوباء، لتكثيف الإجراءات الوقائية وتعزيز عملية دمج المجتمع ومشاركة المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية. نعم دكتور سعد، عذرا منك، لكن ما الفرق بين هذه المهام التي ستقومون بها وعمل اللجنة المكلفة الخاصة بكورونا التي يرأسها الدكتور وائل الهياجنة، الذي لاحظنا غياب اسمه عن عضوية هذه اللجنة؟ ستي، يمكن في خبر جديد سمعناه قبل ساعة تقريبا، الدكتور وائل هياجن الآن عين اليوم كأمين عام للوزارة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية. نعم. يعني أصبح هنالك أمناء عامين اثنين للوزارة، الدكتور وائل حيستلم جانب الأمين عام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، وبالتالي تلقائيا ملف الكورونا حيكون تحت مظلته. الان احنا يعني اللجنه المكلفه الخاصه بكورونا التي كان يراسها، هل اصبحت مهامها موكله اليكم ام سيقوم بها دكتور وائل في اطار وزاره الصحه؟ لا، احنا بدنا نميز بين شغلتين لو سمحتي. احنا لجنه استشاريه ولسنا موظفين في وزاره الصحه. احنا لجنه شغلنا نقدم توصيات ومشورة للوزارة، والوزارة هي صاحبة القرار، لسنا أصحاب قرار. إحنا كلجنة خبراء مختصين بتقديم الاقتراحات التي نراها مناسبة، تقديم توصيات فنية، لكننا لسنا موظفين تابعين لوزارة الصحة. بالتأكيد. لكن دكتور سعد، الدكتور وائل هو حيكون مستلم الملف، لأنه سيكون هو موظف في الوزارة كونه أصبح أمين عام.
نعم، لكن دكتور سعد، يعني القضية والأزمة واحدة واللجان تتعدد، يعني أنت تحدثت عن لجنة للبروتوكول العلاجي، لجنة بالمختبرات، نتحدث عن لجنة وزارة الصحة ولجنتكم، يعني هل نحن حقا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من اللجان؟ بمعنى أليس كثر اللجان يعني يؤدي إلى تداخل العمل، قد تضيع معها الأولويات وتضيع المهام؟ خليني لو سمحتي بس أوضح شغلة. تفضل. الآن اللجنة الرئيسية الأم هي اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة اللي بترأسها الوزير، وإحنا كرؤساء لجان فرعية نحن أعضاء في تلك اللجنة الأم. نعم. إحنا أعضاء، يعني المظلة الرئيسية هي اللجنة الوطنية الكبيرة. الآن بنبثق حتى لتسهيل عملية الشغل والعمل، انبثق عن اللجنة الأم الرئيسية لجان فرعية، بحيث مش بالضرورة تظل لسه مع 20 و25 واحد. إذا كان الأمر بتعلق مثلا ببروتوكول العلاجي ومتابعة المرضى بالمستشفيات، يجتمع 6-7 أشخاص اللي هم الأطباء الشريريين. نعم، فهمت عليك، لتكون اللجان أكثر تخصص فيما يتعلق بوباء كورونا وآلية المعالجة. يعني هي أصلا نعم. هاي اللجان الفرعية، هاي اللجان الفرعية هي موجودة باللجنة الكبيرة، اللجنة الأم. نعم. بس حتى نوزع المهام ويصير إذا الأمر وقائي يحول للجنتنا، إذا الأمر علاجي يحول للجنة العلاجية. نعم، وضحت الصورة. شكرا لك دكتور سعد الخرابشي، رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي والتوقعات المستقبلية لكورونا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.